فالسؤال لأحمد طنطاوي، متى ستنسحب من المسرحية اللي بتتعمل؟ النهاردة أحمد طنطاوي طلع اتكلم عن عبد الفتاح السيسي وعن الفشل اللي بيعمله عبد الفتاح السيسي، كان من باب الدعاية الانتخابية لأحمد طنطاوي وكده. انتوا عارفين طبعا أحمد طنطاوي داخل الانتخابات الرئاسية. المشكلة في ان أحمد طنطاوي مش شايف اللي بيتعمل معاه. أستاذ أحمد، أنت بيتعمل معاك جزء مما فعل مع حمدين صباحي، إلا أننا نلتمس لك حسن النية، نلتمس لك حسن النوايا، بس أنت بيتعمل معاك اللي اتعمل مع حمدين صباحي. حمدين صباحي في 2014 وهو كان قايم بدور كومبارس، وهو عارف نفسه دور كومبارس، وكان قايم في وقت السيسي شعبيته كانت جارفة بالنسبة حتى لأنصاره في هذا الوقت في 2014. إلا أن حمدين صباحي يكمل في ماراثون الكومبارس، مفيش قناة فضائية كانت بتستضيفه، مفيش إعلامي كان بيدعمه، مفيش حد بيطلع يتكلم عنه. ده كان لما بيعمل مؤتمر انتخابي في وسط البلد ولا هنا، كان تخرج لميس الحديدي تتريق عليه ويخرج عمرو أديب يتريق على حمدين صباح. فأنت على أي أساس شايف إن في تكافؤ فرص ما بينك وما بين واحد زي عبد الفتاح السيسي؟ الجيش في إيده، والشرطة في إيده، والقضاء في إيده، والإعلام في إيده، وكل مؤسسات الدولة كلها في إيده، مش هقول حاجة أكتر من كده. فين تكافؤ الفرص في ظل ان انت لا شايف في شفافيه، ولا في اشراف قضائي، ولا قضاء نزيه هيكون بيشرف، ولا اعلام دولي، ولا لجان دوليه، ولا منظمات حقوق انسان، ولا اي من منظمات الحقوقيه الدوليه هتكون موجوده لمتابعه العمليه الانتخابيه؟ ده ضيف عليه ان نشأة الديه كل شويه يطلع يتريق على احمد طنطاوي. طب ازاي المفترض ده مرشح رئاسي يدوله الفرصه اللي كانت موجوده ما بين اردوغان وما بين كمال كليتجار اوغلو لما نشأة الديه قال احنا عايزين انتخابات زي تركيا؟ كان ساعتها يا استاذ نشأة، شوف انا هكلمك باحترام اهو، كان ساعتها يا استاذ نشأة انت والاستاذ محمد الباز، كان ساعتها تركيا الاعلام التركي لما يبقى في مؤتمر لكمال كليتجار اوغلو المرشح المنافس لاردوغان، كان كل الاعلام التركي بيروح يغطي الكلمه ده في الدول، انما مش في شبه الدول. في شبه الدول احمد طنطاوي كل اللي بيغطي كلماته الموبايل اللي بيصور اللقاء بتاعه، كل الفيديوهات بتاعته اللي بتنشر وبتؤخذ لوسائل الاعلام غير الاعلام المطبلات للسيسي، كل وسائل الاعلام بتاخد فيديوهات من على صفحه احمد طنطاوي سواء على الفيسبوك او على اليوتيوب او على تويتر. فين تكافؤ الفرص؟ فانت يا احمد طنطاوي شايف ان مفيش تكافؤ فرص. مفيش تكافؤ فرص، ده السيسي هيخلي ابو يمامه اللي هو المرشح الكومبارس بقى يجيب اصوات اعلى منك. هيجيب اصوات على، انا بقول لك نلتمس لحضرتك حسن النوايا، ده شيء جميل جدا جدا. هل انت هتعمل زي خالد علي المحامي اللي هو في انتخابات 2018 اعتقد انسحب في اخر لحظه لما عرف ان هي بتعمل سلطانيه؟ هل هتنسحب في اخر لحظه، ولا هل الاستاذ احمد طنطاوي عايز ينال لقب المرشح الرئاسي السابق؟ يعني هو عايز يوصل للمرحله دي؟ انت عايز تروح للليفل ده؟ هو ده التارجت بتاعك مثلا؟ مفيش اي تكافؤ فرص. ما في، انت روح تعمل مؤتمر جماهيري في المنيا رجعوك، قال لك ما فيش تصريح امني لمؤتمر جماهيري لمرشح رئاسي. لمرشح رئاسي قال لك والله ما احنا ما عندناش اوبشن ان احنا نعمل لك ده. فين تكافؤ الفرص؟ يعني انت بتقول عن السيسي جاب مجموعه من الاقتصاديين في مؤتمر اقتصادي فكل واحد فيهم قال وجهه نظره، فخرج السيسي سف عليهم وقال لهم كل كلامكم اللي بتقولوه ده اي طالب في اولى كليه اقتصاد يقوله. طب وانت يا بورم يلا اي طالب في اي كليه اقتصاد بيقوله، انت عملت في اقتصاد الدوله وده لاسفل السافلين. جميل جدا، انت كاحمد طنطاوي شايف هذه الشخصيه بجد ممكن ترحل بانتخابات والكلام ده؟ يعني هو بس ايه السؤال يا جماعه؟ ايه اللي مخلي احمد طنطاوي مطمن قوي وشايف ان ممكن بجد 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 السيسي يرحل بانتخابات؟ السيسي هو فاق يا جدعان، السيسي مش هيرحل الا باللي حصل في الجابون او اللي حصل في بوركينا فاسو او اللي حصل في مالي او اللي حصل في افريقيا الوسطى او اللي حصل في النيجر. هو دي الوسيله الوحيده اللي السيسي هيرحل بيها، ان الجيش يشيله من على الحكم، او الشعب بقى ينزل تلقائيا ويقول بقى بص ما دام فيها لا اخضر ولا يابس يبقى لا فيها اخضر ولا يابس ولا عاصمه اداريه وكله بقى يبقى نعيش كلنا عيشه فل مع بعض كده. الشعب ينزل. طب هل الشعب المصري متاح لي ان ينزل الان؟ لا، الشعب المصري الان المعارضه اللي جوه مصر كرتونيه، طب والمعارضه اللي بره مصر ماسكين في شعور بعض. فالشعب المصري مفيش ليدر بيقوده، ما تحطش على الشعب المصري، طبيعه الشعوب بتحتاج اللي يقودها، والقياده مش موجوده لا في السلطه ولا في المعارضه اللي داخل مصر ولا في المعارضه اللي خارج مصر. فقصه ان الشعب يشيل السيسي من على الحكم مش موجوده. جميل، خلاص بقى ايه؟ بقى حته الجيش. طب الجيش ده هيعملها امتى؟ لما يشعر ان السيسي ممكن يبقى موضوع الانتخابات بقى بالوراثه، زي مثلا علي بونغو اللي هو رئيس الجابون اللي اتشال من على الحكم، واخد حكم من والده وبدا هيسلمه لابنه، ومن سنه 67 وهم بيورثوا الحكم بقت مملكه.
فالجيش لا كده خلاص توريث من والدك عدينا، هتورث ابنك كمان، فشالوه من على الحكم ده خسارة، غير المليارات اللي خدها لنفسه. فامتى ممكن الجيش يشيل السيسي؟ امتى؟ لو شعروا ان محمود بيتقدم ناحيه كرسي الرئاسه، ممكن 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 ان هنا ساعتها، رغم ان محمود مخابرات يعني منهم فيهم ممكن يعدوها، يقول لك برضه مخابرات وعادي ندي التحيه العسكريه لواحد زينا ضابط عادي عادي. ان ليه هم رفضوا مبارك؟ رفضوا جمال عشان جمال مش جيش، فقال لك ده مدني في الاخر، ده مش جيش، مش هندي التحيه العسكريه المدني. زي ما هو شالوا مرسي عشان ده التحيه العسكريه المدني، ممكن يدوها لمحمود السيسي. فوارد ان كمان يتورث محمود السيسي عادي جدا، ليه؟ لان برضه مصلحه الجيش لسه مع السيسي، مصلحه الجيش وبالمليارات والتريليونات مليارات الدولارات اللي اخذوها وتريليونات الجنيهات اللي اخذوها، ده لسه مصلحتهم مع عبد الفتاح السيسي. لو الجيش المصري مش مصلحته مع السيسي واستمراريه السيسي في الحكم، ما كانش الجيش المصري وافق على الختم اللي الجيش المصري هيفضل واخده هنا كده، هنا تيران وصنافير. ما كانش وافق على اللي بيحصل في نهر النيل. لا لا لا، هم عارفين ان التاريخ بعد 10 سنين، بعد 20 سنه، بعد 30 سنه، بعد 40 سنه، اللي اتكتب في تركيا لما في الاخر تركيا بقى حكم مدني واتكتب عن الانقلابات العسكريه قد ايه خلت تركيا في ذيل الامم، هيتكتب عن مصر. والقيادات بتاعت الجيش عارفه كده كويس، بس ما تشيها الناس لبعضها. ليه؟ لان في مصالح، في مصالح بمليارات. فنرجع لاحمد طنطاوي، المصالح اللي بمليارات دي هيسمحوا لك كده تيجي انت تسالهم من اين لك هذا؟ هيخلوك تاخد الكرسي الحكم بانتخابات؟ أو انت مع كامل احترامي طبعا للاستاذ احمد طنطاوي، انت مين قصاد جماعه الاخوان المسلمين في قوتها وحشدها؟ ولا حاجه. بالعافيه قدروا يصمدوا سنه، ده سنه دي كده يتعمل لهم تمثال قصاد الجيش وآلة الجيش ومؤسسات الجيش، المؤسسات اللي الجيش مسيطر عليها، مؤسسات اعلاميه وقضائيه وكل شيء الجيش مسيطر عليه. فانت فين؟ انت فين؟ انت مش مسموح لك بمنبر واحد اعلامي يا احمد طنطاوي تطلع تتكلم فيه، منبر واحد اعلامي. حتى لما بتتكلم وتقول على السيسي مثلا فشل في الاقتصاد، حقك، ده انت مرشح رئاسي، حقك تقول كده. يخرج لك واحد زي نشأة الدين ومحمد الباز يحطوا عليك ويخرجوا لك بتاع الواد اللي اسمه ايه؟ الواد اللي هو على السوشيال ده بنضاره ده، لؤي، اللي اسمه لؤي الخطيب ده، يطلعوا لك ده ويطلعوا لك نشأة الدين ويطلعوا لك شويه حاجات صغيره كده، يتكلموا عنك انك عميل وانك متآمر وانك ده مرشح رئاسي، من حقه يقول اللي انت الكلام اللي بيقوله. لا ما تقولش كده، انت بتقوله على السيسي. لا، فالسؤال لاحمد طنطاوي، متى ستنسحب من المسرحيه اللي بتتعمل دي؟ مسرحيه والكل عارف انها مسرحيه، فانك تكمل فيها بالشكل ده، ومش مسموح لك تعمل مؤتمر جماهيري، ولا مسموح لك انك تروح المنيا وكان في ناس عاملين لك شادر وهتقعد وتتكلم في كمؤتمر جماهيري الانتخابات، ولا مسموح لك بمنبر اعلامي واحد يستضيف، مفيش منبر يستضيف مرشح رئاسه الجمهوريه لغايه دلوقتي، مفيش. فانت ليه مكمل في المسرحيه؟ عايز تكون حمدين صباحي ولا موسى مصطفى موسى؟ مره تانيه، السيسي مش هيسمح لك تجيب عدد اصوات اعلى من عدد اصوات الكومبارس بتاعه اللي هو اسمه ابو يمامه. سلام عليكم.